يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البري والبحري والجوي على قطاع غزة لليوم 280 على التوالي، وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمين نحو 60 شهيدا من حي تل الهوى ومنطقتي الرمال الجنوبي والصناعة في مدينة غزة بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال عقب اجتياح بري منذ نحو أسبوع. وانتشلت طواقم الإسعاف جثمين 5 شهداء من داخل مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.